للنقاش تنضم إلينا من عمان السيدة أسماء خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة. أهلا وسهلا بك سيدتي. ومعنا من تونس الداعية الإسلامي الشيخ نزار بلعيد. شيخ نزار أهلا وسهلا بك. بداية من السيدة أسماء خضر. سيدة أسماء، كانت هناك مجموعة من الدول العربية والإسلامية إضافة إلى روسيا وإيران والفاتيكان هددت بعرقلة مشروع هذا الإعلان، والآن هي علقت هذا التهديد، هل هذه إشارة إيجابية؟ بالتأكيد هذه إشارة إيجابية، وهذه الدول لم ترد أن يسجل أنها عرقلت إعلانا من شأنه أن يعزز أمن وسلامة النساء وأن يحمي كرامة المرأة ويمنع ويقي من ارتكاب مختلف أشكال العنف والتمييز ضدها. وهذا يدل على أن المفاوضات التي جرت والنقاش الذي تم بين الوفود قد وصل إلى نتيجة إيجابية، وهي إقرار هذا الإعلان، على الرغم من أنه كان هناك بعض التنازل من الطرفين الأكثر تطرفا، وهي الدول التي ذكرتي ودول أيضا الغربية التي كان لها مطالب بسقف أعلى بكثير، تحديدا الدول الإسكندنافية التي كانت تريد إقرار العديد من المشروعات الطموحة. نعم. من وجهة نظر الكثير من الحضور بالتأكيد. الداعية الإسلامي الشيخ نزار بلعيد، شيخ نزار، إذا كانت القضية هي قضية مبدئية لدى هذه الدول التي كانت لا تريد لهذا المشروع أن يمرر، على اعتبار أن ما أريد له أن يمرر من حقوق للمرأة من وجهة نظر الموافقين، من وجهة نظر هذه الدول من بينها دول من دولنا نحن دول عربية وإسلامية، كان يرى أنه مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للتقاليد، إذا كانت القضية قضية مبدأ، لماذا غيروا رأيهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام على من اتبع الهدى. أيتها الأخت الكريمة، إن الذين يتفاوضون في الأمم المتحدة لا يمثلون شعوبهم، فإذا الكلام يتكلمون على أنفسهم، إذا أرادوا أن يتكلموا باسم الشعوب فليقدموا استفتاء لهذه الشعوب، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم. أردت أن أقول كلمة بسيطة ثم أمر. تفضل. الأمم المتحدة دائما ما نجدها تكيل بمكاييل المرأة هذه التي يبحثون على الانتصار لها، هذه المرأة لما لم نحميها من اغتصاب النصيريين في سوريا، ولم نحميها من قنابل الفرنسيين من مالي. هذه قضية مختلفة. نعم. تماما شيخ نزار بلعيد، قبل يعني من وجهة نظر هؤلاء، قبل أن نحمي المرأة مما تواجهه في فترات التوتر والحروب، ينبغي مثلا من وجهة نظرهم أن تحمى من العنف الأسري، أن تحمى من الاغتصاب الزوجي وغيرها من القضايا، إذن فهي قضية خلافية. أنا سؤالي كان واضح، إذا كانت القضية قضية مبدأ من جانب مثلا الإخوان المسلمين في مصر الذين كان لهم موقف واضح ضد الكثير من البنود في هذا الإعلان، ثم عدوا وعدلوا عن ذلك، ويعني قالوا أنهم سيعلقون عرقلة هذا المشروع على اعتبار أن هناك قدر من المرونة من الطرفين، يعني أقصى النقيضين، لماذا؟ الإخوان المسلمون لا يعبرون إلا على فكرهم، ولكن لا أي اتفاقية لا تلزم الزوج كيف يتصرف مع زوجته. هذا الزوج له شرع، نحن المسلمون أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال المرأة لا تقبح ولا تصفع، فالعنف هذا الذين يدعون أنهم سيحمون المرأة منه حماها الإسلام منه، ونحن نقدم الحرية كما بمنظور شرعي لهذه المرأة التي يرفعها ويزيد في عزها. طيب، ويزيد ما في تقول علوها. شيخ نزار يتفق مع بنود اتفاقية، لماذا رفضت إذن من جانب من وصفوا بأنهم يعني من من الجانب المحافظ أو من الجانب التقليدي في التطبيق الشريعة الإسلامية، لماذا؟ طيب، الاتفاقية فيها بعض الأشياء التي يستحي الإنسان من الحديث عنها، فكيف نجرم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي؟ فالرجل إذا 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 مع زوجته تستطيع أن تشتكي به، شأنه شأن الغريب، المثلية الجنسية، المساواة في بعض الأشياء التي لا تلائم جنس المرأة ولا جسم. طيب. المرأة. نعم. فهذه بعض الأمور التي عنا فيها ياسر تعليق، ونحن لا ننتظر من الأمم المتحدة أن تعلمنا كيف نكرم نساءنا ونرفعها فوق رؤوسنا. أنا أتحدث عن الحضور على أي حال. سيدة أسماء خضر، تعليق لو سمحتي.
الأستاذ قبل قليل، هو يؤكد أن هذا الإعلان هو إعلان لا يتناقض مع القيم الأساسية للشرائع السماوية، بل هو يقر بهذه القيم، الكرامة التي يجب حماية المرأة، حمايتها للمرأة، السلامة والأمن، الاحترام والتقدير، عدم المساس بكيانها وعدم التمييز ضدها وعدم العنف في أي وضع من الأوضاع بما في ذلك العلاقة بين الزوج والزوجة، لأن هذه العلاقة ليست متروكة هكذا، هي علاقة مقننة وهي تقوم على المودة والاحترام، وإذا ما تجاوزت ذلك فهي تخالف الشرع كما تخالف الإعلان الذي تم إقراره. وبالتالي أنا أعتقد نحن تأسيسا على أصالة القيم التي نؤمن بها، نعتقد بأن أي شكل من أشكال العنف يجب أن يكون مدان ولا يجب أن يتم تبريره. طيب، ولكن هذا يراد من له، هذا ما تقولين سيدتي يراد له أن يوضع على ورق يوقع عليه مجتمعون من بينهم أولي الأمر في دولنا نحن، في دول عربية وفي دول إسلامية أو في دول تعتبر نفسها الاثنتين. القضية هي أن هناك بعض البنود الأخرى في هذه الإعلانات أو في هذا الإعلان تحديدا تناقض المفهوم الجمعي أو المفهوم النمطي للشريعة والتقاليد في دولنا. كيف يمكن التوقيع مثلا من جانب مسؤول على أمر مبدئيا في دولنا هو أمر مرفوض مثلا؟ لا، أنا لا أعتقد، يعني أنا أستمع إلى مختلف الآراء، ولا أعتقد أن هناك من يدافع عن العنف. ربما هناك ممارسات تجري وهي تمثل جرائم في الحقيقة، ويجب أن يقف المجتمع بكل أفراده بمن يؤمنون بدياناتهم، وأيضا بمن يحترمون سيادة القانون الوطني الذي يجرم أشكال العنف المختلفة. وأنا أعتقد بأن تبرير السلوكيات باسم الدين هو خطر على الدين، لأن الإيمان والدين يجب أن يقود إلى العدل والإنصاف واحترام كرامة الناس، وخصوصا احترام كرامة النساء. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الصورة النمطية أو السلوك النمطي الذكوري ضد النساء الذي يحاول أن يرتدي يعني لباس الدين وأن يتذرع بالشريعة من أجل تبرير هذا العنف، هو في الحقيقة يسيء إلى الشريعة لأنها براء من هذه الممارسات. شيخ نزار بلعيد، بغض النظر عمن سيوقع أو لا يوقع على هذا النوع من الإعلانات، هذا الإعلان لست أدري مدى إلزامه لمن يوقع، من الدول الموقعة عليه ممثلة في الممثلين عنها وأنظمتها، ولكن على أي حال هناك قوانين في دولنا بعيدا عن إعلان من قبل الأمم المتحدة، بما أنك يعني تتحدث عن أنه لن ننتظر الأمم المتحدة تخبرنا ماذا نفعل، هي أيضا ملزمة ولا يتم العمل بها. هل هناك جدوى من تقنين أمر شائع في مجتمعاتنا، سواء شائع نتفق أو نختلف معه؟ نعم، أنا والأخت من عمان عندنا أرضية مشتركة، هي تحدثت وقالت أنه الكرامة وأنه حفظ حقوق المرأة موجود في شريعتنا، فالأولى أن ندعو حكامنا أن يتحاكموا إلى شريعة ربنا، لأنها سوف تكرمها أكثر من إكرام هذه الأوراق البالية التي ترمي بها كل مرة الأمم المتحدة، والتي لا تنفع معناها أحد ولا تعين المرأة في بلادنا. لكن لجوء الأمم المتحدة أو غيرها، نعم، شيخ نزار، إلى وضع أمر كهذا على ورق أو إلى اتفاقية يوقع عليها حضور، هذا يعني أنه هناك خلل في تطبيقها، أنها غائبة، أنها تحتاج إلى حماية، إلى توثيق. وحتى في الشرائع السماوية هناك، نعم، هذا التوجه، أنه حينما يعني مثلا الزواج الذي أصبح له وثائق، قبل ذلك لم يكن ليوثق على ورق، هذا أمر يعني غير منتقد، ربما يحفظ حق المتعاقدين، نعم، مثلا. لكن احنا عنا وثيقتنا من فضل الله موثقة منذ 15 قرنا، حيث قال رب العالمين وعاشرهن بالمعروف، حفظ لها معناها العشرة الطيبة، وقال ربي سبحانه وتعالى لهن أنه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هذا حفظ لها الذمة المالية. فالأولى أن نعود إلى وثيقتنا اللي احنا متفقين عليها، لكن هذه بنود الوثيقة، نعم، فيها أشياء تتقاطع مع ديننا، أشياء توافق ما جاء به ديننا، ولكن هناك سم قد دس في الدسم، هناك سم في بعض الأشياء مثل هذه الإجهاض وغيره، هذه مسائل لم يوافق عليها الفاتيكان، مش نوافقوا عليها احنا، فهذا أمر عبث، ونخبر بوكيمون أنه يهتم بأموره أكثر من يهتم بالمسلمين، فالمسلمين رب شرع عليهم، والأمر لم يأتي من جانب بانكيمون على أي حال. الشيخ نزار بلعيد، نعم، الداعية الإسلامية، أشكرك، نعم، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من تونس، وكذلك للسيدة أسماء خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة من عمان، أشكركما شكرا جزيلا على هذا الحديث.